السلام عليكم جعفر، حلقة جديدة من سوالف سمنتو. خلينا نتكلم عن بعض مباريات اليوم اللي لعبت في الNBA. خلينا نبدأ بالمباراة المثيرة جدا جدا واللي كانت بين هيوستن روكتس وساكرامنتو كينجز، واللي انتصر فيها الكينجز على أرض هيوستن فرق نقطة واحدة. مباراة مثيرة اللي تقدم فيها اللي تغير فيها المتقدم بالنتيجة، الفريق اللي تقدم بالنتيجة 12 مرة والتعادل حصل بين الفريقين 14 مرة. مباراة كانت مثيرة لثوانيها الأخيرة، الزبدة كلها في هذه 25 ثانية الأخيرة لما كانت النتيجة تعادل 113-113. سجل بين ماكلمور ثلاثية التقدم في هذا الوقت، بعدها بادي هيل سجل التعادل إلى ساكرامنتو كينجز. راسل وستبروك أخذ الدروبل ودخل داخل بطل وسجل نقطتين التقدم إلى هيوستن روكتس، وباقي ثانية واحدة بس. لكن بعدها لما طلب ساكرامنتو كينجز تايم أوت وباقي عندهم بس ثانية واحدة، نيمانيا بيليتشيا اسمه صعب يا أخي والله، نيمانيا بيليتشيا سجل ثلاثية ومن بعيد، بعد ثلاثية الفوز وسرق، ما راح أقول سرق، وأخذ ساكرامنتو كينجز الانتصار. Bielitsa for the win! He got it! Sacramento wins the game! Bielitsa with a three-point play! من اهم الارقام اللي ابغى اذكرها من هذه المباراه ان راسل وستبروك سجل 34 نقطه بافيشنسي او نسب تسجيل عاليه جدا جدا، 77% نسبه تسجيل راسل وستبروك، هذه ممكن مره نشوفها. من اهم الامور اللي صارت في هذه المباراه ان كثير من المرات اللي يكون شبه فاضي وحتى فاضي للتسديد الثلاثيه ما ياخذ هذه الثلاثيه ويخترق ويسجل نقطتين سهلين اليه، لانه زي ما قلت اكثر مره هو ممتاز جدا جدا في الاختراقات. طبعا اعطاها بعد 8 تمريرات حاسمه مع ال 34 نقطه. جيمس هارن سجل 27 نقطه و10 تمريرات حاسمه، واللاعب بادي هيلد سجل 26 نقطة لساكرامنتو كينجز و6 من 13 ثلاثيات. بادي هيلد قاعد يواصل تميزه الكبير جدا طوال الموسم وحتى من الموسم الماضي، تميزه الكبير في تسجيل الثلاثيات. ساكرامنتو كينجز راحوا لثلاث مباريات في خارج ملعبهم في ولاية تكساس، لعبوا مع دالاس وهيوستن وسان انطونيو، انتصروا على دالاس وهيوستن وخسروا من سان انطونيو وفارق نقطة واحدة بس. رحلة كانت ممتازة جدا لفريق ساكرامنتو، زي ما قلت من قبل ساكرامنتو بدأ بداية ضعيفة هذا الموسم، لكن مع مرور الوقت وحتى بعد ما مرت عليهم أكثر من إصابة لأنهم قدروا رجعوا الى نظام الفريق اللي كانوا عليه من قبل حتى مع المدرب السابق والروح الفريق اللي كانوا فيها، وقدروا حقق انتصارات كبيره وعلى فرق كثيره يعني، وقاعدين يقدموا مستويات ممتازه. انك تروح وتنتصر على دالاس وهيوستن وتخسر بس من سان انطونيو فارق نقطه، شيء ممتاز جدا. Healed a near push off, got the jumper though. Rebound, Mills wants it. They got it back inside. Barnes, shot clock off. Ariza for three. Save. Joseph, Ariza. Healed. المباراة الثانية ديترويت بيستونز انتصر على نيو أورلين بيليكنز 105-103، فرق نقطتين بس في آخر ثانية. اللي يهمني في هذا الموضوع كله ان ديريك روز من كرسي الاحتياط سجل 21 نقطة معها 7 تمريرات حاسمة، والمهم زي ما قلت اللي هي سلة الفوز في آخر الثانية. ديريك روز سلة الفوز مع صافرة النهاية، كانت النتيجة تعادل، أخذ وقته سجل سلة الفوز. ديريك روز أي مرة نشوفه يسوي شيء ممتاز تشوف في كذا السعادة واتحاد، يعني قليل جدا تشوف مثلا كل اللي في تويتر أو كل المشجعين لكل معظم الفرق إنه يتحدوا مثلا إنه في حب لاعب أو إنه ينبسطوا إذا شافوا بازر بيتر من لاعب واحد، يعني مثلا هذا اللاعب عنده أعداء، هذاك الفريق في ناس ما تحبه، بس ديريك روز من اللاعبين القلائل جدا للكل يحبها لأن المواضيع اللي صارت له التعاطف معه هذا الامور. فسعادة جدا لما تشوف ديريك روز يسجل سلة فوز، سعادة لما تشوف ديريك روز يبدا، تدري انه ما راح يرجع، من الاستحالة انه يرجع لمستوياته السابقة وقبل الاصابة وهذه الامور، لا انت ما تطمح منه هذا الشيء، لانه هو لاعب احتياط يقدم بعض الدقائق وهذه الامور. فسعادة شخصيا انا بتكلم انا عن نفسي، بس سعادة اذا ديريك روز يبدا، اذا ديريك روز يقدم شيء مميز يعني، بس مو على فريقي يعني حاليا الوضع اوكي. المباراة الثالثة بوستن سلتكس انتصر سهل جدا على كليفلاند كافاليرز 110-88، قدموا طول المباراة يعني ما راحت ابدا من بوستن يعني، وسيطر على المباراة بشكل كامل. كيمبا سجل 22 نقطة، جيلن برون سجل 20، جيسون تايتم 19 نقطة. لكن المهم من هذا كله وذكر هذه المباراة ان عودة جوردن هيورد تسجيله ل 14 نقطة، 7 من 10 في التسديدات مع 5 ريباوند 4 تمريرات، وكل هذا في 26 دقيقة لعب. جوردن هيورد من اهم اللاعبين في بوستن سلتكس، وقلتها قبل بداية هذا الموسم انه راح يكون زي الاكس فاكتور، انه هو اللي ممكن يحدد انه وين ممكن يروح، لان احنا نعرف انه عنده مستويات ممتازة، لكن اول سنة اصيب، السنة الثانية كان راجع من
اصابه ولا قدر يقدم مستويات جيده. فالان السنه الثالثه وبدا بدايه جيده، كان يقدم افضل مستوياته، حتى البعض قارن مستوياته في اخر سنه له مع يوتا جاز وانه كانت مستويات ممتازه جدا جدا، كان اول ستار. فبدا يرجع مستويات ممتازه، وكان يقدم مع بوستن سلتكس والفريق ككل يعني يقدم شيء ممتاز جدا واصيب، فصير كان داون هيل. فتقول اوكي الان كيف يرجع؟ لا الان لما يرجع ويتاقلم من جديد مع الفريق، والفريق اساسا قاعد يقدم مباريات ممتازه وقاعد ينتصر بشكل كبير جدا، فعوده جوردن هيوارد مهما كان بوستن سلتكس ممتاز ومنافس، عوده جوردن هيوارد والمستويات اللي يقدمها تعطيهم فرصه اكبر واكبر يعني للمنافسه بشكل كبير، وتخليهم فريق افضل في القسم الشرقي. المباراه الرابعه مباراه اوكلاهوما سيتي ثاندر مع يوتا جاز. اوكلاهوما انتصر 104 على يوتا جاز، 90 نقطه سجلوا. اوكلاهوما قاعدين يقدموا صراحه انتصارات اكثر من اللي توقعته منهم، يوتا جاز قاعدين يخسروا مباريات اكثر من اللي توقعته منهم. الان سجل اوكلاهوما 11 فوز 12 خساره، الان هذا الفوز الثالث على التوالي، في اخر 10 مباريات فازوا 6 مرات، هم مركز اتوقع السابع الان، يوتا المركز السادس في سجل 13 فوز 11 خساره. اوكلاهوما سيتي ثاندر انا ما اقول انه هو الفريق اللي ينافس او هو الفريق اللي بيعمل ضجه اكبر من كذا، لكن اللي قاعد يقدمه الى الان مباريات ممتازه جدا، ما توقعت هذا الشيء، كنت اقول انه لا من البدايه اساسا راح يتم تصريف كريس بول وهذا الامر، لكن قاعد نشوف الان المستويات اللي قدموها من بعض اللاعبين وحتى من كريس بول في بعض المباريات مستويات ممتازه، ما توقعت ابدا يكون سجلهم كذا والمستويات اللي يقدموها كذا ولا المباريات الكبيره اللي لعبوها بهذا الشكل. الان المهم من هذه المباراه كلها لقطه صديقي عزيزي كريس بول، اللاعب اللي احبه العزيز كريس بول، اللقطه اللي سواها مع رودي جوبرت. صراحة رودي جوبرت لاعب ضخم، لاعب ممتاز جدا في الدفاع تحت سلة، أفضل لاعب في الدوري سنتين ورا بعض، بس يعني لما يقابل لاعب مثل كريس بول ما بيكون له أي شانس، ما يكون له أي فرصة إلا لو كان تحت السلة تماما تماما بيدافع، أما من يطلع برا أكيد ما له أي فرصة. هذا ما هي تقليل من دفاع رودي جوبرت أكيد، لأن المس ماتش يعتبر ما فيها عدل، بس اللقطة جميلة صح، أنا عجبتني اللقطة من صديقي كريس بول. أو بس هذا على السريع كلام على مباريات اليوم اللي صارت والأحداث المثيرة جدا اللي صارت اليوم وقاعدين نشوفها كل يوم في المية. احنا محظوظين صراحه بدور البي اي واللحظات هذه اللي قاعدين نشوفها باستمرار طوال الموسم. يعني ايش رايكم بالاحداث لكن اللي يهمني اللي صارت في مباراه هيوستن مع ساكرامنتو كينجز، دقائق والثواني الاخيره هذه والانتصار اللي حققه ساكرامنتو كينجز والمستويات اللي قاعد يقدمها، اعطونا رايكم كامل تحت في التعليقات. عموما عجبك المقطع لايك، ما عجبك ديسلايك حقك، اذا تبغى تشوف الفيديوهات اول باول اشترك وفعل التنبيهات. بس كالعاده دائما وابدا يعطيكم الف عافيه على المشاهده، سلام.